مع فجأة الأجواء قلبت باردة. حط الشنط. يلا يا جماعة نستودعكم الله إلى إسطنبول. هذا الآن أخذنا البوردنج يا جماعة. طبعا النظام في تركيا بوابتين للتفتيش، أول بوابة عند الدخول، البوابة الثانية عند صعود الطيارة يفتشوك مرتين. طبعا نستخدم للنقنقة السريعة والفطور السريع الشيء هذا يا جماعة اللي هو يسموه بوتشة، فطيرة فيها بالجبن وباللحم. وهذا مطار طرابزون. طبعا انتظار الرحلة. مشكلة اللي يسافر مع أبو ماجد يا شيخ، جاينا قبل الرحلة بساعتين تقريبا. مطار طرابزون قريب، قبل 45 دقيقة تجيها، قبلها 45 دقيقة وانت ساعتين وانت مرتاح ولا ساعتين وانت مربوط حاطك؟ لا حالك. سوي تشيكن تعال قبلها ب 45 دقيقة، خاصة إذا ما عندك شنطة. طيب نتعلم من خلاص. لا إذا عندك شنطة قبلها بساعة. زي ما انتم شايفين يا جماعة مطار طرابزون الميزة فيها انك تمشي للطيارة، ما في شيء يوصلك الباص او شيء، مطار صغير جدا، تطلع من البوابة. هذا ما تصور سناب وعلى طول على الطيارة. ها تقدر تركب الطيارة الثانية، هذه تروح مدينة ثانية، بس احنا خلينا في طيارتنا عشان نلحق. طبعا نواف اول زيارة لتركيا وطرابزون، ايش رايك لا روح شوفها، ما ادري عاد بعدها. طرابزون عجبتك؟ برعاية شركة فاست ترينت واي فاي. هذا اللي يأجروا مودم متنقل انترنت مفتوح، تقدر تشبكه على 10 أجهزة وتستخدمها في جميع أنحاء تركيا. يسلموك هي من المطار أو في الفندق أو في أي مكان تريد. ماجد علم نواف يقول لهم فين تاخذ الشنط. نواف اول مره يسافر خارج الكويت ولا ايش ابو ماجد؟ ها اول مره يطلع خليجي. تعرف تتكلم انجليزي يا نواف؟ هاوري يو نوري يو شيء ها مالي بالله. هذا شنطه صح، شنطه ثانيك ما وصلت. انا اسحب عليك. هات شنطتي يا الاخ، اليوم مطقمين الشنطه والتيشيرت. هذه مهله. الله يسعدك يا شيخ. والله يا جماعه وصلنا لمكاتب التاجير، كلهم يقولوا ما في سيارات. ابو ماجد شوف عن طريق النت حاول تحجز لنا يا شيخ. طبعا اخر شيء حصلنا سياره في الشركه هذه، جينا اخذنا سياره اليوميه ب 275 اللي هي سوبر بي. هذه سياره فخمه يا جماعه، اوتوماتيك ديزل، اعطونا بسعر ممتاز. ابو ماجد ايش المطلوب لاجراءات ايش تاجير السياره؟ ايجار السياره، جواز سفر، ايوه، رخصه قياده، حلو، كريدت كارد. بس الرخصه الكويتيه تمشي؟ لا لا لا، شوف اي رخصه دام فيها معلومات باللغه الانجليزيه تمشي. الله يعطيك العافيه. مرحبا بكم في اسطنبول، مطار صبيحه. استاجرنا السياره الان، نتوجه لاحدى المولات، خلص اشغالنا بعدها ان شاء الله راح نكون معاكم في تغطيات حلوه. خلوكم معنا. معلومة مهمة يا جماعة، اللي يجي ويبغى يطلع مثلا لتقسيم على طول من المطار، في باصات تودي وفي باصات، هذه الباصات تطلع ب 15 ليرة آخر مرة ركبتها إلى تقسيم، فممكن تركب الباصات هذه اللي تطلع كل تقريبا ساعة من المطار مباشرة إلى تقسيم. Arkadaşlar kanala abone olalım ve like yapmayı unutmayalım lütfen. طبعا الشيء الأساسي اللي تسووه يوم تستلم السيارة يا جماعة انكم تصور السيارة بالكامل، تلف عليها. هذه السيارة اللي استأجرناها سوبر بي 2018 اوتوماتيك ديزل. شوف ابو ماجد، ترى السيارة وسيعة من جوا، شيء مميز. سيارة حلوة يا جماعة، ترى حتى من ورا التحكم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا شباب. الحمد لله على السلامة. هذا النصر ذا الحمد لله ذا اللي ما بهدلنا بس يب. طبعا يا جماعة المول اللي زرناه هذا أنصح فيه وبشدة، خاصة ألعاب الأطفال، شيء جديد مميز. ولا إيش رأيك أبو ماجد؟ والله كلام صراحة، شيء شفت ما شفته بتركيا والله. إيش اسم المول؟ متروبول اسطنبول. متروبول اسطنبول، شوفوا كل الفيديوهات اللي ننزلها، المواقع اللي اروحها موجوده في تفاصيل الفيديو، يعني انزل تحت الفيديو اضغط على تفاصيل الفيديو تحصل المواقع السياحيه او المواقع اللي ازورها دائما، انزل روابطها على جوجل مابس. نعم. طبعا يا جماعه الان متوجهين الى بورصه، المسافه من المول اللي كنا فيه الى بورصه تقريبا 135 كيلومتر، ساعه و40 دقيقه. وقفنا الآن في إحدى المحطات في الطريق. شوفوا المحطات، شوفوا الشغل يا جماعة، الله يصلح الحال عندنا هنا. شوفوا هذه محطة الآن في الطريق، مطاعم، كافيهات. آه
هذه أحلى بقلاوة يا حبيبي، نقنق فيها بالطريق. تعال تعال اجلس، خلي السيارة اجلس، شوف الشغل هنا البقلاوة. وراك ترجع زايد 10 كيلو. هنا بورصة يا جماعة، يوفوا يستقبلونها بالألعاب الألعاب النارية. طبعا اللي ما يعرف، بورصة كانت هي عاصمة الدولة العثمانية في وقتها، تبعد عن اسطنبول تقريبا 2.5 ساعات. ممكن تجيها بالسيارة، ممكن تجيب عن طريق الباخرة. مدينة صناعية من الدرجة الأولى. طبعا وصلنا الآن الساعة تقريبا كم ساعة؟ 9:30 تقريبا. فلوقات ثانية أو تكملة فلوق بورصة راح يكون في فلوق ثاني. هذا الفلوق الأول نكتفي فيه، مول اسطنبول، مول متروبول اسطنبول، طريقة استئجار سيارة. أراكم في الفلوق الثاني إن شاء الله. ها ابو ماجد، هذه الشقة؟ ما شاء الله. هاي الشقة. هاي الشقة؟ هاي الشقة. مجددين فيه، فيه مكيفات وفيه شوية. خلاص هذا مكان. الفيش أهم شيء. والله شقة مايلة. الشقة قديمة عنيت. هاي الشقة اللي عندكم هناك؟ أيوه. كلام بالصار. هذا أبو ماجد اللي ما سويه. هذه الشقة يا جماعة. فين التلفزيون؟ هاي والله هنا التلفزيون، شفت؟ مجددين فيها. لا تقول لي هذه اللي معرض البيع. لا لا ما شاء الله. هذا شكله يأجروه إيجار يومي أو شيء. ما شاء الله. أيوة ممتاز. هذا المطبخ طلع له خلفية ولا كيف؟ على المواقف؟ سنتر على السنتر. أي أيوة والله شوفوا. هذا الإطلاع. والله الأجواء باردة يا جماعة. كيف التغطية في السناب؟ والله بيجي شغل في بورصة. ما شاء الله. يلا شد حيلك. طبعاً يا جماعة، الجو بدأ يبرد، خلاص بندور بقالة الآن نشتري أغراض كذا للشقة ونروح ننام ونكمل معاكم بكرة في فلوقات أجمل إن شاء الله. والله ما أدري إيش سوينا اليوم، لكن خلوكم معنا في الفلوقات الجاية.